طيب، واحدة من مواضيعنا اليوم في صحيفة الصحافة: اعتذار مصر يلغي الاجتماعات الفنية لسد النهضة. نقرأ تفاصيل الخبر. أكدت مصادر بأديس أبابا أن إثيوبيا تلقت اعتذارا مصريا عن اجتماع للجنة الفنية الثلاثية دعت له إثيوبيا يومي 13 و14 من مايو بأديس أبابا. يسبق الاجتماع الموسع الذي شارك فيه وزراء الخارجية والموارد المائية وقادة المخابرات في الدول الثلاث يوم 15 من مايو. وأشار خبراء إلى أن نجاح اجتماع الوزراء يعتمد بقدر كبير على اجتماع اللجنة الفنية، والذي كان يمكن أن تضيق اختلاف وجهات النظر، خاصة وأن اجتماع الوزراء ليوم واحد فقط وفي الخرطوم، وكان الوفد الفني السوداني يستعد للسفر إلى أديس أبابا حينما تلقى إخطارا من إثيوبيا بتأجيل هذا الاجتماع. هل في رأيك أستاذ خالد بأن اعتذار مصر عن اجتماعات اللجنة الفنية يعيد هذه الأزمة مرة أخرى إلى المربع الأول؟ افتكر الدرجة كبيرة، أصلا هذه القضية لم تبارح المربع الأول، لم يتم من فترة طويلة حدوث أي اختراق في الملف على المستوى السياسي أو تقبل المستوى الفني. هناك حالة تباعد في المواقف وعدم صغة لا سيما بين مصر وأثيوبيا، أدت إلى حتى عدم صغة في نتائج الدراسات الفنية، النتائج الأولية للدراسات الفنية. الوضع أصبح كثيف التعقيد. استبق وزير الخارجية المصري الاعتذار بانتقاد لموقف السوداني والموقف المصري، ثم هناك جاء رد من وزارة الري السودانية ورد من الخارجية الأثيوبية، فأصبح الموضوع فيه اشتباك سياسي واشتباك فني. أفتكر التعقيدات الأساسية أنه مصر وأثيوبيا كل دولة على حدة جعلت قضية سد النهضة أزمة داخلية مرتبطة بالأوضاع السياسية، هي يعني تخفف بها أعباء المشاكل الاقتصادية والسياسية والتنموية في البلاد، وكل دولة عملت حالة حادة من التعبية السياسية والإعلامية لمواطنين. أثيوبيا مع السد ومصر ضد السد، حتى هذا الوضع الداخلي أصبحت قضية داخلية، فأضحى حتى التعامل معها من خلال الوضع الفني والمصالح المشتركة أصبح فيه تراجع. أفتكر إذا ما تمت تسوية سياسية في المقام الأول بين الدول الثلاث ومرحلة بناء جسر للثقة بين الأطراف الثلاث، وتمت مخاطبة جذور الأزمات الداخلية في الدول الثلاث أو دولتين مصر وأثيوبيا تحديدا، أنه أكثر اهتماما بمعالجة الأزمات الحقيقية في البلدين، بيكون أفضل من يكون هناك أزمة مفتعلة يعلق عليها شماعة يعلق عليها الأزمات الداخلية. أولا لابد من مراعاة المصالح المشتركة. السد الآن أصبح حقيقة ماسلة، هناك ضرورة للتشاور أكبر والاتفاق حول كيفية ملء البحيرة، الفترة الزمنية، حول التشغيل وعمليات التشغيل والتشاور حولها. لكن أفتكر الطريقة الأنسب هو الاتفاق حول المصالح المشتركة، حصص المياه، الاستفادة من الطاقة الناتجة من السد بين مصر والسودان وأثيوبيا، والبناء على المصالح ومحاولة بناء صغة بين الأطراف. غير ما ذلك ستكون أزمة حقيقية تهدد الأمن الإقليمي. نعم، الآن هناك تحركات من الجانب المصري، يمكن زيارة وزير الخارجية المصري إلى يوغندا وزيارة أيضا وزير الري إلى جنوب السودان. كيف تقرأ هذه التحركات وهذه الزيارات خصوصا في هذا التوقيت؟ تقرأ هي مناورات من الجانب المصري للضغط، يعني الاستغواء بدول أخرى في من دول نهر النيل غير أثيوبيا والسودان، ولذلك تحاول اللعب على الأطراف الأخرى، خاصة أن يوغندا هي الدولة الرئيسية في اتفاق عنتبي، أصلا هو مرفوض من مصر والسودان، لأنه يدعو يعني لتغيير النسب وحصص المياه، لكن مصر تحاول الضغط. لكن أفتكر ده أيضا ما حيحل الأزمة المشكلة بدرجة كبيرة، لأنه أثيوبيا هي منبع النيل الأزرق وهو المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل، ما في مقارنة بالأرقام بين النيل الأبيض والنيل الأزرق كمصدر لمياه النيل. فبالتالي القضية الأساسية هي موجودة ما بين أثيوبيا والسودان، السودان باعتباره دولة الممر الأكبر للنيل الأزرق وللنيل عامة، وأثيوبيا دولة المنبع. دي القضية الأساسية، لابد من مخاطبة الأزمة بصورة عملية، مخاطبة الأزمات الداخلية
لا بد أن تكون هناك رافع بين الدول الثلاثة، رافعة سياسية وفنية، حتى يتم الاستفادة من الجوانب الإيجابية في السد ومحاولة تجنب ما هو سلبي. لكن الاشتباك السياسي والتراشق السياسي وكل يعني أثيوبيا الآن في مرحلة دقيقة سياسية ومرحلة انتقال، ومصر أيضا في مرحلة دقيقة وهناك صراعات داخلية، أن يكون هذا الملف ملف لاحتواء وامتصاص الأزمات الداخلية وتوجيه الاحتقان للخارج، هذه لن تحل الأزمة. الأزمة أصبح واقعا على مصر أن تدافع عن حقوقها في مياه النيل، ولكن عليها أن تنظر للواقع، وعلى السودان أيضا أن ينظر للواقع، وأن نتعامل مع هذا الملف بمصالحه الاستراتيجية وليست بالتكتيكات السياسية والمناورات، ولكن بمصالح الأجيال القادمة. وبالتالي وجود صيغة سياسية واتفاق سياسي وإرادة سياسية والبناء على المصالح المشتركة الناتجة عن السد في الحفاظ، يعني بالاتفاق حول كيفية ملء البحيرة وفترتها والتشغيل والطاقة الناتجة عنه، كيفية الاستفادة منه الدول الثلاثة، أفتكر المضي في الاتجاه ده هو حتى يوجد حلول حقيقية. غير ما ذلك أزم الأوضاع ويكون أيضا في النهاية لصالح أثيوبيا، لأنها تراهن على عنصر الوقت. نعم. في إكمال سد النهضة، خاصة أنه تم تشييد والانتهاء من 66% من السد.